مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال. السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ نتمنى انكم تكونوا بألف صحه وعافيه يا رب. اليوم جبت لكم الرايب، كيف قلت لكم في العنوان، بدون حليب سائل. غادي يكون ان شاء الله بالحليب المجفف فقط. غادي نوريكم الطريقه مع صلصه رائعه واعره بزاف بزاف، بدون ملونات، بدون حتى شي حاجه. صلصه الفريز اللي كتجي غزاله كيف كتشوفوا، وكتجي مالكه. نتمنى ان الوصفه اليوم تعجبكم وتنال رضاكم، وتكملوا الفيديو للنهايه، وما تنساونيش من الاشتراك مع تفعيل الجرس، ولا قدرتوا بارطاجيو باش القناه تزيد القدام. ونخليكم مع الفيديو. اذا بسم الله نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجو، فعندنا كنعبروا بكاس، يعني الكاس اللي غنعبروا به كنعبروا به كل شيء. فعندنا كاس ديال النيدو كنعبروا به 3 الكيسان ديال الماء دافي او الماء فاتر يكون سخون، وعندنا 3 المعالق ديال السكر، عندنا دانون فاني، ممكن ديروا اي دانون بغيتو. فقط هادو من المكونات اللي غادي نحتاجو. ممكن تزيدوا الفانيلا، ممكن تزيدوا اي نسمه بغيتو. فهنايا كندير السكر، كندير نيدو، كنضيف عليه الماء الساخن نوعا ما، سخن نوعا ما، ماشي يعني دافي شويه، سخون شويه على 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 الدافي، يعني شويه سخون وماشي غالي بزاف. غادي نحاول انني نخلطه مزيان حتى يذوب ليا الخليط مزيان، وغادي نحطه فوق النار يغلي ليا. كيف قلت لكم بنفس الكاس كنعبروا، يعني كاس ديال النيدو مع 3 الكيسان ديال الماء مع 3 المعالق ديال السكر. السكر كيبقى حسب الرغبه، فممكن تزيدوا او تنقصوا. كنخليه فوق النار حتى يغلى تماما البنات. غادي نحطو وغادي نتسنى عليه حتى يولي دافي. كنبقى نقصو بصبعي كيف كتشوفوا، كندخل صبعي طبعا يدي تكون ملعقه موصوله، ونقص صبعي حتى يولي بحال الحراره ديال الرضاعه اللي كنا كنديروا للدراري، يعني يكون دافي. ديك الساعه صافي غادي نهزو، وغادي نهز منه شويه كيف كتشوفوا. غنهز تقريبا مغرفه نص، وغادي نزيد ليه دانون فاني، غادي نضربو معاه. عاد غادي نرجعو للخليط الاول غير باش نضمن انه داب ليا مزيان، وما بقى حتى شي حبيبات، حتى شي طريف ما دايبش. هادي باش غنضمنها وصافي. ممكن تضيفوا اي نكهه بغيتوا البنات، ممكن تضيفوا فاني، ممكن تضيفوا بيستاش، ممكن اي نكهه بغيتوا، فكيبقى داكشي حسب الرغبه. انا حيت غادي نقدمه مع الفريز، فحاولت انني نديرو عادي، يعني بحال ديال المحلبات، فالمذاق جا بحال ديال المحلبه تماما. كنخلط مزيان حتى يتجانس ليا، يعني ما خاص يبقى فيه حتى شي طريف كيف قلت لكم. وغادي نضيف الخليط الاول او الحليب. نحاول نعاود نخلط مزيان، وغادي نكبو في كؤوس. انا عندي هاد الكؤوس البلديين اللي كانوا جدودنا زمان كيديروا فيهم الرايب، هما اللي قدمت فيهم الرايب. غادي نكب فيهم الخليط ديالي. هاد الكميه خرجت لي 4 كؤوس، يعني كتقدر 4 الاشخاص. كيبقى القياس حسب الرغبه. ومن يتحضروا الرايب تقدروا تهزوا من هاد الكاس، هذا هو اللي تبقاو تخمروا به، يعني ما تبقاوش ديروا دانون، فهو كيولي دانون، يعني كتولي تهزي من هذا. صافي انا كندير هكا، ومن بعد كنبقى نهز واحد منه، كنبقى كنصوب منه رايب وصافي، باش كل مره كنضمن اننا كناكلوا رايب جديد. ما كنديرش كميه كبيره، وخا هو كيبقى في الثلاجه البنات. ف واحد الكاس بقى ليا تقريبا 1 4 ايام شحال هذا، وما وقعلو حتى شي حاجه، وبقى زوين ولذيذ وكلشي. كيف كتشوفوا كبيتو في الكيسان. دابا غادي نجيب شي اناء او شي كاسرونه او اي حاجه ممكن تحتويه، او كوكوط او اي حاجه عندي، وغادي ندير فيها نحط هكا،
وغادي نخوي عليه الماء الساخن. الماء ماشي غالي من البوطه، انا خديت الماء غير من الروبيني ساخن صافي حطيته، وغادي ندخلهم غنغطيهم بورق عفوا ورق بلاستيكي، وغنغطيهم بواحد الزويف، وغادي ندخلهم الفران يكون كان مشعول من قبل وطفينا عليه، ونخليهم في الفران 12 ساعه. البنات بزاف تيقولك ما عقدش لينا رايب، بقى البنات راه كيكون الجو بارد اولا ما كتخليهوش مده طويله، ففاش تحركيه وتلقيه باقي جاري ما تقيسيش، خليه يخمر يعني خليه يختمر، ما تقربيش ليه. ملي تلقايه هكاك فما تهزيش وتخشيه في الثلاجه، خليه مازال. المهم انا كيف قلت لكم جهز معايا 12 ساعه كان جاهز، يعني درتو هنايا بالليل الصباح لقيتو جامد. هنا غنحضر معكم الصلصه، كنجيبو لكل فريزه معلقه ديال السكر، ديروا القياس اللي بغيتو، يعني غديري فريزه ديري لها معلقه ديال السكر، درتي 6 الفريزات ديري 6 معالق ديال السكر، كتخلطيهم مع بعض، كتقطعي الفريز وكتخلطيهم مع بعض وكتخليهم يذوبوا واحد شويه، كل ما خليتيه ذاب كل ما احسن. انا كنت زربان عليه فما خليتوش ذاب بزاف. كيف كتشوفوا هنايا دازت 12 ساعه ديالي، ها هو شاد راسو كيف كتشوفوا عاقد وشاد راسو. غادي ندخلو دابا الثلاجه، غادي نزولو وغندخلو الثلاجه. هنايا البنات بعد ما داب ليا نوعا ما الفريز مع سميتو مع السكر، واخا خاصو يذوب اكثر من هكا، كنخليه فوق البوطه يغلي غير واحد شويه. من بعد كنجيب الميكسر وكنطحنو وهو فوق البوطه، وكنخليه غير يبدا يغلي، يطلع فيه الغليه ونحس بيه بدا كيتقال، صافي كنزولو من فوق النار كيف كتشوفوا، باش يبقى فيه اللون. الا بقيتو كطيبوه اكثر من القياس فاللون ديالو غيولي ماغون، فخليه باش يبقى فيه هذا اللون. هذا شوفوا اللون ديالو كيفاش داير، حمر غزال، اللون ديالو زوين بزاف بزاف بزاف، كيولي بحال العسل، وهو بنكهه الفريز واللون ديال الفريز، والنكهه كتجي مجهده وسهل جدا بمكونين يعني بسكر والفريز، كيجي غزال البنات، غير جربوه ما غاديش تندموا. واخا تحضري منه كميه كبيره فا كيصبر، انا عندي دابا في القرعه باقي عندي، باقي هو انا كل مره كنحتاجو كنصوبو وكيبقى لي، كندير كميه كبيره. دابا درت كميه صغيره وليني انا غالبا كندير كميه كبيره وكنحتفظ به. اذا كتشوفوا بعد ما خرجتهم من الثلاجه شاد راسو قابط راسو، انا غادي نوريكم الكاس انا كي كتقلبيه ما كيوقع له حتى شي حاجه. كيف كتشوفوا شاد راسو، شاد راسو تماما ومزيان شاد راسو ومجبن، صدقوني هاد رايب كيجي لذيذ بزاف وكيجي غزال. بالنسبه للبنات اللي ما عندهاش حليب نيتو فدير نص سترو ديال الحليب تفيضه فوق النار، ونص سترو تخليه خضر، وزيد عليه السكر القياس اللي بغات، زيد عليه دانون فاني وتخلطهم مع بعضياتهم، وهو الحليب باقي سخون صافي، وتكبهم في الكويسات وتخليهم، دير نفس الطريقه يعني في الماء سخون وفي الفران، وتخليه حتى هو 12 ساعه فكيجهز وكيولي واعر وزوين وغزال. هادو هما الرايب اللي كنحضر من زمان، هادو هما الطرق اللي نجحوا معايا وكنجربهم وزوينين بزاف بزاف. نتمنى انهم يعجبوكم وينالوا رضاكم وتجربوهم وتدعيو معايا دعوات الخير. كيف كتشوفوا في الصوره فهو شاد راسو وزوين بزاف ولذيذ. فهنا هيك اللي قدمته بالفريز، كي قدمته بصلصه الشوكولاته، صلصه الشوكولاته كديري نفس القياس ديال الشوكولات مع نفس القياس ديال الحليب او لاكريم فريش، وكتحضر وكتولي عندك احلى صلصه شوكولاته، وكتحتفظي بها في الثلاجه، كتبقاي كتزيني بها الحلويات ديالك والكلاص ديالك وكلشي. هنايا مره اخرى كنت حضرته فصورت لكم عاوتاني صوره اخرى، فانا كل مره كنحضرو. اذا نتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم وتنال رضاكم، ما تنساونيش من التشجيع واللايك، واللي ما اشتركت في القناه اشترك وتفعل الجرس. الى اللقاء ان شاء الله، فيديو جديد وصفه جديده، احبكم في الله.